وقالاش نديروا عشاء ونتعشاو وخلاص. ضرب كلاتهم في القاعات شغل صوارخ، ولاو يضربوا شغل صوارخ، ما واحد ما يرقد ياكل الناس، واحد ياكل عينيه، واحد ياكل فمه، واحد تلقاه يعود ما يسمعش خلاص. انا ضد هذا في ولادهم، واش نقولوا ياكلوا في هما ولادهم بعد يهلكوهم ويهلكو ولاد الناس. غدوه كي كيسبنوا في عين ولا حاجه يروح بوزي بي بلانت لا بوليس ولا حاجه، يولي يدير مكبه ولا يحاول اسمحوا لي وهذه لا نشري الشمع عاده تاع بكري. كتزامنا والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، سطرت المديريه العامه للجمارك الجزائريه مخطط عمل استثنائي متكامل لمحاربه هذه الظاهره، حيث يرتكز هذا المخطط على جملة من الآليات والتدابير ذات الطابع الإجرائي والعملياتي، وكذلك ذات الطابع أو البعد التحسيسي للحد من الأخطار الناجمة عن هذه الظاهرة. وفي إطار الوضع حيز التنفيذ لهذا المخطط الاستثنائي، تم تجنيد كافة الوحدات والفرق العملياتية الناشطة عبر كامل اختصاص إقليم المديرية الجهوية للجمارك بأسطيف لتجند والقيام بعملية تحسيسية وتوعوية تهدف إلى تحسيس وتوعية والرفع من الحس الأمني لدى المواطنين من أجل الابتعاد عن اقتناء هذه المواد الخطيرة، وكذا نشر الوعي حول الآثار الوخيمة الناجمة عنها، لا سيما فيما يتعلق باستنزاف أموال المواطنين وكذلك المساس بالأمن والصحة والسكينة العموميين. كانت مصالحنا في هذا الإطار من تحقيق عدة عمليات نوعية أفضت إلى حجز 310,940 وحدة مفرقعات وألعاب نارية منذ مطلع شهر أكتوبر.